وأيضا تشاهدون جورعد، هل هو ظاهرة فنية؟ لما كل هذا الجدل حول فنه؟ حتى اقدر اشبع منك يا سريت مثل الطايا ابرد. Ten, five, four, three, two. يعني أكيد يعني وجود الفنان جو رعد بالوسط الفني طبعا شكل ظاهرة فنية واجتماعية، أعماله تحقق دائما نسب مشاهدة مرتفعة جدا، آخرها طبعا ألبوم اللورد. جو أهلا وسهلا فيك معنا باليوم على الحرة، سعيدين جدا بوجودك. أنا بدي وجه تحية لك ولكل أسرة البرنامج ولكل مشاهدين اليوم الحرة، انتوا الحريه من عندكم. مبروك الالبوم. ميرسي. كيف الاصداء وراضي عن النتيجه؟ صراحه ماني متوقع هالقد الناس تحب، لانه الاغاني الالبوم يعني في اكثر من لون، لون طربي شعبي مصري، طربي شعبي لبناني، اغاني كلاسيكيه، هاوس، شطشطه، منوع. لكن الحمد لله قدرت أطلقته شركة وتري. وتري على اليوتيوب. شركة وتري اللي بتعمل مع فنانين كتار يعني. نعم. مثل نصيف زيتون وغيرهم، شو اللي خلى شركة وتري تتعاقد معك؟ بتصور يعني شركة وتري لتنتج الألبوم لو ما شافت عندي شيء بمضموني الفني ما كانت قامت بإنتاج الألبوم. بشكر السيد غسان شرطوني لثقته فيي، وكانت خطتهم كثير حلوة. انطلق الألبوم على اليوتيوب دغري، فإذا بتفوتي على الشانل بتقري التعليقات بتلاقيها فرحة تشبهني، وحقق يعني نسبة مشاهدة الحمد مرتفعة لله. كتير. ما صار له 10 أيام 12 يوم الألبوم، وإن شاء الله لقدام أكيد حنعمل له توقيع ألبوم، وبعد بده ترويج وتصوير كليب، وحنصور مع الفنانة النجمة الكبيرة اللي بنحبها فيفي عبده. فيفي عبده أنا شفتك وغشيت، يعني عنا
كثير تحضيرات إشي حلوة. دائما بتعتمد يعني هيك إثارة يعني تجذب الأنظار باللوك تبعك. بتحب اليوم اليوم أبيض وأسود. اليوم أبيض وأسود، اليوم رايق الألوان اليوم رايق. بس بتتقصد جو إنك تلفت الأنظار بهالشكل؟ لا والله هيدا. أنا حقول لك شغلة، يعني أنا وقت اخترت اللوك يلي اخترته هو لوك مسرحي. بالأيام العادية أنا إنسان عادي بلبس جينز يعني مثل اي شاب، لكن اليوم مسرحي واللي انا بقدمه والشو اللي انا اطمح فيه، انا عندي طموح انه يكون عندي شو مثلا لورد 2018، هيدا الشو ذات الملابس، الاضاءه، مثل ما بيعملوا برا، سو هول الاشياء اللي انا بتشوفيه فيهم يلي بتعتبريهم مثيرين، هن بيشبهوا الشو، ولو بنشوف الاجانب برا وبنشوف كيف بيلبسوا على المسرح كمان. مثل ما ايام العاديه، بس هيدا الفرق عن غيرهم. وعندك طموحات سياسيه كمان، يعني ما فينا نحكي الا ما نحكي عن ترشحك وانسحابك، شو خطر على بالك؟ شو بدك توصل؟ والله صراحة يعني أنا وقت فكرت بالموضوع فكرت قد ما عم شوف الناس وهموم الناس، يعني أنا اليوم لا أنتمي لا إلى جهة حزبية ولا سياسية، أنا أنتمي إلى عامة الشعب، وأنا لما قررت أقدم حالي كمرشح لقيت إنه عن جد أنا بقدر أعمل شيء أو بالقليل وسط صوتي للمسؤولين، فنحن اليوم بحاجة للتغيير، بحاجة لنشوف أوضاع المواطن اللبناني. كمان في أغنية كانت عملت أغنية خاصة للحملة الانتخابية، سمعنا هيك مقطع. حاضر. مقطع من نادرو. يلا أستاذ نادر، أستاذ نادر موسى ممكن تحطونا إياها؟ شكر خاص كمان المخرج قدي. نشيد الوطني لازم نوقف، بلدنا انت ما توقفي. كلنا للوطن، للعلا للعلم، انا اسمي جوران، جايوكي بالوعي، ما فرق بالكبير والصغير، ما فرق بالدين، على قد بالتحديد تخوني يا لبناني. انا اسمي جوران، شايفي بالوعي، ما فرق بين كبير وصغير، ما فرق بين الدين، على قسم التحديد تخوني يا لبناني. عشتم وعاش لبنان. عشتم وعاش لبنان. برأيك جو الفنان بيقدر انه يخوض المعركة السياسية حتى ولو ما عنده خبرة؟ لا هلا انا اللي بعد ما اكتشفته هلا شفت يعني بعد ما طلع تقارير وقالوا انه اكثر بلد بالعالم بينصرف عليه مصاري على الانتخابات، فبقول انه اللي بده يرشح حاله اكيد يفكر كثير، فاكيد بده يكون في حدا ورا. بدي ارجع للالبوم، الالبوم كم اغنيه بيتضمن؟ 11 اغنيه، مصري لبناني، وطبعا الاغاني فيه اغاني شعبي لبناني واغاني مصري وهاوس، لانه اخترت وشتشتها مجموعه لانه انا حابب من هالاغاني اقدمهم بالشو اللي عم حضره. خلينا نشوف برومو الالبوم، نرجع نتابع حوارنا. اسمح لي بوز خدودة، يا حمد رعب سدودة، أنا شفتك وبشي ولا هلأ مواني، أنا لو قلت حبيتك علي 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 علي، مش ضايق نفسك أو متضايق، ما توقفش المزيكا. اسمح لي بوز خدودة، اسمح لي بوز خدودة. جو شو قصة هاللوكات؟ غريبة. أنا شفت اليوم أنا قصدت ألبس لك هذا اللوك، لبسته بالكليب وش عندك قاعد بقلبي ما عندكم بيت، هالأغنية العراقية اللي وصلتني لكل العراق والخليج، وصراحة وجه خير علي. طبعا اللوكات يعني بيشبهوا الألبوم، الألبوم فرح وحالة أكيد. فرح وعملهم ديور، عملهم ديسكوير، جيفانشي، عملهم كثير، عملون ماركات سينيه. ومن الألبوم كمان أغنية ش عندك؟ نعم. كمان اللي لقيت أصداء كثيرة. أغنية ش عندك نزلت قبل الألبوم، لكن طبعا ضميناها للألبوم هي وعاي ضميتوها ونظرة منك وأنا بشهد لك. رح نشوف كمان مقطع صغير من الفيديو كليب وبنرجع منتابع. يلا. يا روحي روحي البيت، مشتاقة شم مفاسة، صدق حبيته في دوار حد الاحساس. وش عندك وش عندك وش عندك قاعد بقلب ما عندكم بيت، ما عندكم بيت، اضمك وين جوا الروح.
في الروح ما تشيلك اخليك وسط عيني حبيبي وبتسويلك واذا ما تنام اصير فراش ايدي اللوعه بقانوني لك عمري بروحي وبقلبي حبيبي كل صباح حلو وش عندك وش عندك وش عندك قاعد بقلبي ما تكون بيش ايه جو اكيد نحن نحن لايف وبعرف قد ايه انت كمان علاقتك بالفانز كثيره والسوشيال ميديا هلا على انستغرام لايف نحن من عندكم من حدا اي استوديو رح اسالك هيك اسئله سريعه شو قصه خلافك مع اصاله يعني بالاول كانت عم تدعمك بشكل كثير كبير وعرفنا انه في شيء تغير شو صار سريعا ما صار قالوا انه كتبت بس انا ما شفته وطبعا اصوله حبيبه قلبي وما بتوقع ممكن تحكيه وانا صدق لي تليفون تواصلنا بالواتساب قال لي ابدا اصوله اكبر من هيك وهي بتحبك وبتعرف قد ايه ما غلط نوال الزغبي بتقول على تويت اذا غنى او ما غنى بحبه كثير قالت هيك رجعت كتبت رتويت ثاني قالت بليز جو ما توقف عن الغنى لانه نحن بنحبك وجوك بياخذ العقل وعزمتني على بيتها حروح لعندها على البيت وحنغني انا وياها اغنيه من الالبوم الجديد ونحطها عندها على الانستغرام حلو كثير هي وعدتني شو قصه ميرنا شلفون وال سمعنا بزواج رح اجيب بيبي المدام بعدكم عم تحكوني بهالموضوع خلاص رح تخلف المدام نعم كمان ممكن بتنسال كثير جو اذا ممكن تقدم برامج لانه شفناك مع الزميله منى ابو حمزه بتنسال كثير هالسؤال هلا منى قالت عندك انا كثير شاطر بصراحة. اكيد انت كثير شاطر ميرسي 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 اكيد انا بنعرض علي كثير التمثيل وخاصه تمثيل الكوميديا حتى استاذ نادر موسى مدير اعمالي بكره عندنا موعد مع حدا عاملين مسلسل لبناني مصري سوري فما بعرف اذا حشارك لكن انا بصراحه بالوقت الحالي مركز على موضوع الغناء الغناء وبدي وصل وثبت حالي انا بعدي ببداياتي بعدني يعني نقطه بحر حد هالنجوم الموجودين على الساحه العربيه ما عندي وقت بهالاطار بدنا نسمع اغنيه الذكرى اللي بعرف انه انت كمان بتحبها كثير بنسمع مقطع هي منها بحبها وبتبكيني لانه بتشبه قصه حياتي وكل انسان بصور بحياته عنده ذكرى اكيد قليمه بقول اتركيني هالذكرى وخليني امشي مع بكره تفضل اوكي يعني حزينة هي وبعرف إنه هيك تتأثر أنت يمكن أوقات يمكن يقولوا لك إنه هالأغنية الملعب مش ملعبك صح يعني صح مثل ما قلتي حضرتك ليه اخترت هالأغنية لا أتحدى نفسي وتحديت نفسي والحمد لله الناس حبتها وحبت إحساسي وهذا اللي بدي إياه مش الناس تفكر إنه جو رعد بس بيقدم الفرحة هيدا أنا
شعاري انه محل ما اتواجد اقدم الفرحه، لكن نفس الوقت اقول لهم انه احساسي بقدر اوصلكم بقدر اوصله. اكيد باقي لي اقل من دقيقتين. لقب اللورد عايشبك؟ الناس اللي سموني، وانا بحس بهالالبوم عن جد انا لورد. طيب سريعا انحكى انه الفنانه ماجده الرومي هي كتبت ولحنت شفتك ورشيد. انا ما صرحت، اللي عملها هو الكروان، انا شفتك ورشيد وقلت انه الكروان عمل. رح نختم فيها لهالاغنيه بس بدي اسالك عن مشاريعك، في مفاجات جديده؟ عم حضر لشو جديد، وعندي حفلات العيد والحمد لله مسلسل موفق ان شاء الله بكل بمسلسل. خطوه بتقوم فيها رجع بكون لنا لقاء اخر معك. شكرا لك. بنختم معك. يلا انا شفتك وغشيت ولا هلا مواعيد، انا شفتك وغشيت لا هلا مواعيد، يا هالقد بحبك يا بهالليلة عميد، انا يا هالقد بحبك يا بهالليلة عميد. ما بعلمي كنت تتغير.